بداية ألف مبروك للأسرة الرياضية العربية والأسرة الرياضية المغربية ولعموم الشعب المغربي هذا الإنجاز المستحق بخطف بطاقة العبور والوصول إلى الدور النهائي في كأس العالم للسيدات بقارة أستراليا. بصريح العبارة سيناريو خيالي، إنجاز مستحق للأبوات الأطلس، بالرغم من أن البداية لربما كانت صعبة بالخسارة أمام ألمانيا، ولكن من ثم كيفية استعادة السيطرة على مجريات البطولة والعودة ببطاقة العبور والتأهل من كوريا الجنوبية ومن ثم من كولومبيا، بكل تأكيد هذا يرفع من سقف الطموحات وإنجاز جديد يضاف للرياضة المغربية، وبكل تأكيد سعداء جدا بالمستوى الكبير الذي قدمه لأبوات الأطلس، ولا يوجد شيء يسمى مستحيل في عالم كرة القدم، لربما قادرين على المواصلة والعبور ولا ربما حتى أيضا إقصاء المنتخب الفرنسي في الدور المقبل. Oh, my God.